اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم حوار مع ياسمين. الحلقه النهارده مميزه مختلفه. قبل ما اقول اي حاجه وحشتني جدا. الحلقه النهارده هتتكلم عن المراه، مش اي مراه، المراه اللي وصلت لسن الـ40. قبل ما نتكلم عن الحلقه وعن ايه اللي هنتكلم فيه، عايزين نرحب النهارده بندى حسنين معانا في البرنامج. اهلا بيكي يا ندى. اهلا وسهلا يا ياسمين، اهلا وسهلا. تعالوا بقى نشوف النهاردة احنا هنتكلم عن المرأة. طب اشمعنى المرأة في سن الـ40؟ كل ده هنقوله لكم، بس قبل ما نقوله لكم وقبل ما نقدم ضيفتنا، احنا اخترنا ضيفتنا منكم. واحدة لا مشهورة ولا حد يعرفها غير اصحابها، اجرانها، اهلها اللي عايشين معاها في البيت. لا هي بتاعت علم نفس ولا دكتورة نفسية ولا حتى تنمية بشرية. واحدة بتعيش نفس مشاكلكم مع جوزها وأولادها وشغلها وكل حاجة. عايزين نشوفها النهاردة هتتكلم ازاي عن المرأة. واحدة كمان تجاوزت او عندها 47 سنة، عايزينها نشوفها هي بتشوف الحياة ازاي بعد العمر ده. هي بتشوفها بيأس ولا بأمل، ولا ان هي مش قادرة تحقق حاجة، ولا هي ايه بالظبط؟ تعالوا نرحب النهاردة بالباش مهندسة أميمة علي. اهلا بيك يا باش مهندس. اهلا ياسمين، نورتينا في البرنامج جدا. ميرسي، ربنا يخليكي. ربنا يخليك يا رب. قبل ما نبدا عايزين بس نقول، باش مهندسه قالت لي ان المراه هي روح الكون وجماله، عشان كده احنا قبل ما نبدا ونخش في الموضوع انا عايزه اقول لكل راجل حافظ بقى على روح الكون اللي عندك في البيت. يعني هي زي ما بيقولوا كده كل حاجه. انت لما بتعيط بتروح هي تترمي في حضنها زي ما بيقولوا، او هي بتطبطب عليك. لما بتتولد بتكون في بطنها، ايا كان فانت حافظ عليها. تعالوا نشوف النهارده باش مهندسه هتقول لنا ايه عن المراه. عايزين نعرف منك يا باش مهندسه، المرأة اشمعنى المرأة بدأتي تتكلمي عنها، وبالذات اشمعنى السن ده؟ والله ياسمين بصي، بعد طبعا ما تجاوزت الـ40، اي واحدة فينا بتتجاوز الـ40 بتبدأ بقى تدور في النت على السن دون وايه المميزات اللي فيه وايه المراحل اللي هي بتمر بيها علشان تحاول ان هي تحسن من حياتها يعني. فللأسف اكتشفت ان كل المواقع العربية بتاعتنا بتتكلم عن صحة المرأة، عن جمالها، عن شبابها اللي بيروح، ازاي تحافظ على شبابها، ازاي تحافظ على لياقتها، ازاي تحافظ مثلا على ان هي، هل هي في فترة الخصوبة بتاعتها ولا خلاص، هل هيحصل حمل. كل بيتكلم على حاجة فيزيائية وجسدية، نادرا ما لقيت حد بيتكلم عن الناحية النفسية في المرأة. في حين ان انا لما قعدت ادور في المواقع الأجنبية لقيتهم فعلا بيتكلموا، مهتمين جدا جدا بالحالة النفسية بتاعت المرأة. ليه؟ لان هي الفترة دي بيحصل لها تغيير جامد، فهي بيحصل لها تغيرات بقى هرمونية، بتحصل لها تغيرات جسدية، فهي محتاجة ان هي تكون واثقة من نفسها، محتاجة ان هي تكون نفسيتها كويسة، لاني لسه مازال قدامها طبعا كتير يعني. صح جدا. صح. يعني حضرتك يعني جات لك الفكرة ان هي المرأة يعني هي فعلا روح الكون؟ اكيد بس طبعا. يعني اكيد في كل مرأة مصرية بتعاني من حاجة معينة طبعا في سن الـ40 بالذات، ان الواحدة بتوصل بتقول انا وصلت خلاص، انا يعني القطر فاتني. طب ازاي جات لحضرتك الفكرة ان مثلا لا احنا نشجع المرأة دي، ازاي ان احنا نطلع للمرأة دي؟ طيب خلينا نبدأ نرجع خطوة لورا شوية، ان احنا دلوقتي بنتكلم عن فترات عمريه. مثلا هنبدا من اول العشرين. في العشرينات المراه بتبقى يعني مهتمه قوي ان هي بعد ما خلصت دراستها ان هي تشتغل، وان هي تشوف مستقبلها، وان هي تحقق الكارير بتاعها، مهتمه ببشرتها لان هي صغيره، فلو شافت اي حاجه في بشرتها مثلا تبقى متضايقه، مهتمه بكلام الناس، مهتمه بحاجات كتير جدا. لما تيجي تبدا مرحله الثلاثينات بيبقى بقى ربنا رزقها، مثلا لو هي اتجوزت بيبقى ربنا رزقها باولاد، فاتشغلت واتطحنت بقى مع الاولاد وفي البيت وفي المدارس وفي التمارين والكلام ده كله. وطبعا بقت في مرحله مهمه من الكارير بتاعها لو هي بتشتغل، ولو هي ما بتشتغلش فهي بتبقى شايله مسؤوليات جامده جدا جدا في البيت، زي ما احنا عارفين بتبقى الام والمدرسه والدكتوره وكل حاجه. فيجينا بقى عند المرحله بتاعه الـ40 بيبقى الوضع اختلف بالنسبه لها، هوب بتشوف نفسها ايه ده، هو انا ايه اللي حصل لي؟ صحيح النقطه دي بقى عايزه اعلق على كلامي كده يا باشمهندس. المراه لما بتوصل للسن ده سن الـ40 بتكون حالتها النفسية تحت الصفر. يعني مثلا لو حد قال لها ايه ده انت جميلة قوي، بيعاكس، انا لا جميلة ولا نيلة يا ستي، بس انت جميلة والله، هو مش بيخدعك. فدايما اي حد يقول لها اي كلمة تفكر ان هو يا بيعاكس، يا اما هو بينافقها، يا اما بيجاملني.
ليه ما بتكونش ثقتها في نفسها زي ال20؟ انا فعلا جميله، انا بقف قدام المرايه جميله يا جماعه. طيب هي ليه؟ لما بتبقى وصلت للمرحله دي ياسمين بتبقى عدت عليها مراحل كتير، وبتبقى اتطحنت، وبتبقى يعني عدى عليها وقت، بتبقى تعبت واستهلكت، فهي بتتخيل بقى ان ايه، انا وصلت لمرحله، لا ده انا مش حلوه زي الاول، انا مش حلوه زي بنوته في ال20، لا ده انا مثلا لو هي بتشتغل زي ما قلت لك، لا ده انا ما حققتش طموحي اللي انا كنت عايزه احققه. لو هي ربة بيت بتسال نفسها انا عملت ايه، عمري ضاع، انا ما حققتش حاجه لنفسي. في الفتره دي كمان بيبدا باباها ومامتها مثلا بيكبروا في السن، فتبص تلاقيها هي اللي ممكن تروح وتيجي وتجري معاهم على دكاتره، فبتلاقيها وصلت لمرحله انا فين، يعني هي بتيجي تسال نفسها انا فين فعلا. صح. بتضيع نفسها ان انا فعلا انا مش لاقيه نفسي، بالزبط. سني ضاع. طيب في سؤال بقى تاني، انا بصراحه انا نفسي يعني انا عايزاه، اتفضلي. اللي هو هل نفسيه المراه يعني المصريه اللي عدت، او اي مراه في عموما في اي مكان عدت ال40 سنه، هنجيب مثلا مراه عايزه في امريكا، يعني عايزه في امريكا، السؤال ده مهم جدا. مراه عايزه في امريكا ومرأة عايشة هنا في مصر، ايا كان في اي حتة في مصر، كل طبعا كل حتة فيها يعني سلوها، وزي ما بنقول هنا فيها اولاد، زوج، متطلبات مطبخ، متطلبات، هي نفسها بتنسى نفسها، يعني حضرتك بقى يعني تنصحي يعني نعمل ايه؟ طيب هو اول حاجة او نظرة المجتمع ليها ايه؟ مظبوط. يعني مثلا في امريكا غير مظبوط. مصر، غير اكيد اكيد. هو خلينا، هو السؤال هنا في ليه شقين، شق نظرة المجتمع وشق هي نفسها بتتعامل مع الوضع اللي هي فيه ازاي. بالنسبة للمرأة في امريكا اكيد اكيد ما بتمرش بالضغوط اللي المرأة المصرية او العربية عامة بتمر بيها، وده لان أكيد. في المقام الاول هو اولا بيبقى الزوج واخد دور من الرعاية معاها، فبيبقى رافع. لا لا خلينا ما نتكلمش على، حاجه ان المراه ما تكونش نكديه. خلينا نتكلم عن الحلقه ان فيها تفاؤل، فمش هنتكلم على النكد. نكد احنا بنتكلم نتفاهم بس. فزي ما بقول لك، هي المراه في امريكا الضغوط طبعا اللي فيها اللي بتتعرض ليها اقل، زائد ان اللايف ستايل بتاع الحياه نفسه مختلف. هناك الحياه عندهم يعني ايه، تقدر تعمل اي حاجه من غير ما تكون محرجه، تلبس اللي هي عايزاه، تعمل شعرها اللون اللي هي عايزاه. انما احنا عندنا في مصر، تعالي بقى للثقافه، لبعض الثقافه المصريه، وان كانت في الفتره الاخيره بدات تتغير بعض الثقافه، بعض الناس عندهم ثقافه ايه ده، ازاي عندها 40 سنه او فوق ال40 وتلبس اللبس ده، ازاي تعمل كذا، تروح الجيم. ولادها يتريقوا، ولادي بيتريقوا عليا انا اروح الجيم، ما هو انا بقى عندي 50 سنه يقولوا عليا ايه، رغم ان ممكن يكون الدكتور اللي نصحها بالظبط، وتقول لا عشان ما حدش يتريق عليا. بالظبط، هو ده مردوده على المجتمع، هو ده بالزبط. يعني بيبقى نظره مجتمع، ان انا بحكم نفسي بالمجتمع. طيب انا يعني انا هفضل حاكم نفسي لا. في نظره مجتمع لا. انا غصب عني، طب يعني هوصل والسن هيروح بيا. ما انا هقول لك، هو دلوقتي، هو طبعا انا عشان لاحظت كل الحاجات اللي انت بتقولي عليها ديا، بدات ان انا اعمل صفحه بتاعتي، والصفحه عملت منها جروب بنفس الاسم برضو. الهدف من الصفحه دي ان انا اتعامل مع نفسيه الست، مع طريقه تفكيرها، اغير طريقه تفكيرها. على فكره انت لسه صغيره، ده انت بتبداي حياتك، ده انت بداتي تفوقي، انت بداتي ان انت تنتقي اصدقائك، انت بداتي ما تهتميش بكلام الناس، ما تشوفيش مثلا كل حاجه لا ده عيب، لا ده ما يصحش، لا مش عارفه ايه. انت وصلتي لسن، السن طبعا هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران ان سن انت نفسك بتبقي مستريحه فيه، بتتعاملي مع نفسك باريحيه شويه، شايفه نفسي انا عايشه سني. بالزبط. انا عايشه سني، يعني طيب. هفضل عايشه سني ان شاء الله. بس نقطع كلامكم عفوا وناخد اتصال تليفوني صابرين ونرجع تاني. معانا اتصال تليفوني صابرين. حبيبتي سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبتي انا سعيده جدا جدا بالمداخله دي معاكم. احنا اسعد. اهلا يا صابرين. حبيبتي انا اول حاجه بس اعرف نفسي، انا صديقه الباشمهندسه وميمه من اكثر من 20 سنه. ما شاء الله، ربنا يخليكم لبعض يا رب. حبيبتي ميرسي ميرسي. وكنت عايزه اتكلم على حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان هي بجد داعم لينا بشكل حلو قوي. ربنا يخليكي. محدش حبيبتي يا ميمه منوره الدنيا. ربنا يخليكي حبيبتي. ربنا يخليكي. اول حاجه احنا، انا عارفه طبعا انك بتتكلمي على موضوع مهم، بس محدش هيفهمه غير اللي مر بالتجربه. انا عايزه اسالك سؤال يا صابرين، ممكن؟ اتفضلي اتفضلي. انا ما حدش، ازاي أميمة بتأثر فيكم او في نفسيتكم، خصوصا ان انتوا في سن واحد، يعني انتوا كلكم عديتوا ال40 وما شاء الله هي صغيره وعسوله، فاكيد انت زيها. احنا عايزين نعرف ايه السر عشان لما نوصل للسن ده يتنينا كده في الحاجه الحاله الجميله دي. اول حاجه، هي أميمة طول عمرها ليها تاثير كبير جدا على كل اللي حواليها، ده بجد. من واحنا لسه كان سننا صغير جدا واحنا في الجامعه مع بعض،
ما بتسيبكيش، دايما بتبقى معاكي، دايما بتبقى معاكي في خطوات كتيره جدا، حتى الحاجه اللي تحسي انك انت مقصره فيها دايما تدعمك، دايما تكلمك فيها، دايما بتبقى لحوحه معاكي في اي حاجه ليها مصلحه ليك. يعني انا ايوه اسمحي لي بس اقول تجربه خاصه جدا جدا معاها. اوكي، بس بسرعه عشان وقت البرنامج. تمام. ماشي. انا ما بدات الشغل اطلاقا من سن قبل ال40، وبس لظروف جزاك الله. خاصه. الوحيده اللي دعمتني بشكل كبير جدا هي اميمه. ما شاء الله، لغايه يعني انت ما شاء اشتغلتي الله. بعد ال40؟ ما بعد شاء الله. ال40 مش قبل ما شاء الله ال40، ما شاء الله. وما كنتش بشتغل خالص قبلها، وبالعكس انا نجحت جدا بعد سن ال40 في مجال شغل مهم جدا في مجال التخاطب مع الاطفال ما شاء بفضل الله. ربنا وبفضل دعم اميمه جدا ليا. ميرسي. انت هتقدري، انت السن مش هيفرق معاكي، احنا هنقدر صح، نعمل عندك حاجه. حق. ايوه فعلا. شكرا جدا بالعكس. على تواصلك معانا يا صابرين. وده اللي انا بقوله دايما يعني يا ياسمين، ان مفيش حاجه بتعوقك. انت السن ده انا رقم مستغربه موجود في البطاقه ده عندك. وصلت بعد فعلا. ال40 ان هي تشتغل واحده تانية. ان انا هي فعلا ان بتبقى انا هي غصب عني انا طب انا ده انا ممكن يعني انا عن نفسي ان انا ممكن اقول لا ده انا خلاص انا هشتغل. لا اسالي لا لا، نفسك ليه؟ ما هو ليه بقى، يعني ما هو بقى نقول بصي للناس ليه انا يعني. هقول لك. هو بصي، هو دلوقتي السن رقم موجود في البطاقه، اكيد وايامنا احنا لينا عمر ربنا سبحانه وتعالى كاتبه لينا. ايه المانع ان انت تستمتعي بحياتك؟ يعني انا لو تسمح لي صابرين ان انا بس اتكلم عنها، هي ام مثاليه، واولادها ما شاء الله كلهم ما شاء اتخرجوا الله. من جامعات او لسه في مدارس متفوقين ما شاء الله، والله اكبر برضو علشان الحسن. علاقتها باسرتها وزوجها طيبه جدا جدا جدا، مثال الام المصريه الطبيعيه اللي فانيه نفسها في البيت. فجاه طب انا فين؟ طب انا عملت ايه بشهادتي؟ طب ايه اللي يمنع؟ طب يلا نبدا ندرس، طب يلا اعمل ماجستير، طب يلا اذاكر دكتوراه. بس هي صعبه قوي طاقه بعد ال40، يعني خالص. انا مش مصدقه ان في مراه ممكن تشتغل ابدا بصراحه وتنزل شغل. انا يعني هقول لك على حاجه بعد ال40 خالص. انت بصي يا ياسمين، انت في سنك دلوقتي بتلفي حوالين نفسك، وراكي كذا وراكي كذا وراكي كذا، وعايزه تخلصي دراسه، وعايزه تخلصي البرنامج بتاعك، وعايزه تعملي حاجات كتير قوي. بعد ال40 الدنيا بتخف عنك شويه، الضغوطات اللي عليكي بتخف، انت نفسك نظرتك للحياه بتختلف. قصدك يعني ولادها بيبداوا خلاص يخلصوا اتشغلوا. جامعة أو اتجوزوا أو كذا، وهي بقت فاضية لنفسها. ولادها اتشغلوا، جوزها وصلت لمرحلة ظبطت التفاهم معاه وعرفت ان هي تتعامل معاه. انا بتكلم ان جنرال، يعني انت بعد ال40 خلاص بتبقي عدى على جوازك مثلا اكتر من 15 سنة، معنى كده فبالتالي ان فعلا بعد ال40 الست نظرتها لجوزها بتختلف. يعني طبعا الصراعات بينهم طبعا في اول العلاقة بتقل، طبعا ان هو مش عارف ايه، انت لو ما عملتش كذا فانت مش هروح لماما هلم هدومي، هتعمل كذا يعني هعمل كذا هعمل كذا على طول. طبعا بتبقى نائر ونقير، يعني بنحس فعلا فعلا ان المرأة لما بتوصل لسن ان هي يعني بتتنرفز بسرعة، بتتعصب بسرعة، بتبقى فيها ما بينها وما بين زوجها أكيد. زي صراعات صراعات. انا هطلع السلم ده، لا انت هتطلع ورايا، مش عارفة ايه يعني. يعني حضرتك فهماني في السن الصغير بيحصل ليه؟ لان انت لما بتتجوزي انت بتتعاملي مع شخص مهما كانت علاقتك بيه قبل كده، فبتكتشفي كائن تاني خالص مختلف معاكي في البيت. ليه؟ علشان كل واحد فيكم جاي من بيئه مختلفه، ليه ظروف معينه، خلاص سقطت بقى كل القناعات بتاعت الخطوبه ومش عارفه ايه، فبتحتكي وجها لوجه. انت عشتي معاه وحفظتي وعرفتي هو بيحب ايه بيكره ايه، فوصلتي لمرحله في سن ال40 ان انت خلاص ظبطتي نفسك، ان انت عرفتي جوزك بيحب ايه وبيكره ايه. انت نفسك اتشغلتي وترفعتي شويه عن الصغائر، يعني ما بقتش في الحياه عامه ما بقتش الحاجات الصغيره تاثر فيكي ولا تفرق معاكي، خلاص بتسيب الحاجه تعدي، ما بقيتيش تقفي على كل حاجه. دي طبيعه، دي طبيعه صح. ان شاء الله ربنا يعني دي كل عمره توصلوا للمرحله دي. دي انا بس طبيعه. عايزه اوصل للعمر ده واكون قمر كده. ميرسي قمر. ميرسي واحلى ان شاء الله. لا بجد ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. قمر كده ما شاء الله. ميرسي ربنا يخليك وربنا يخليك. مش والله مش بعاكس. ميرسي. مش بعاكس بس فعلا. عيشي راضيه عن نفسك. ايوه. عيشي تقبلي فشلك، تقبلي ان انت ما وصلتيش للي انت عايزاه، تقبلي ان انت عايزه تعملي حاجه وما عرفتيش تحققيها، تقبلي علاقاتك بالناس، ارضي من جوه، هتلاقي نفسك ان الحياه بسيطه قوي قوي، وهي فعلا ما تستاهلش. يعني انت ليه ما تستمتعيش بحياتك؟ طبعا يعني في حدود الـ يعني الشرع والدين والحدود الاخلاقيات اللي احنا كلنا تربينا عليها يعني. تمام. في سؤال بقى مهم جدا. اتفضلي. لما كل ست بتيجي مثلا حد يقول لها انت عندك كام سنه؟ مش هيصفر ويحمر ويغمر ويبقى عندها 50. لا ايوه لسه فعلا لسه فعلا بجد ال 20. الموقف ده حصل قدامي كتير جدا. الاقي أيوة مثلا لسه هتم ال 20.
مثلا واحده مرأة عاديه تمت مثلا عدت ال40 او عدت ال50 سيان، حد يسألها على سنها؟ ايه هو السن عيب؟ السن مش عيب. انا بصراحه انا عايزه اعرف ايه يعني نقول للمرأة دي ايه زي يعني. ما اتفقنا، هو اولا خلينا نتفق على حاجه. انا غلطت وقلت ايه في لما كنت بعمل الاعداد ليكي الاعداد كده، قلت انت عندك 43 سنه، قلتي لا لا انا عندي 47 انا سنه عندي 47 وافتخر وهتم 48 الحمد لله شهر واحد. طيب خلينا نتفق ان حواء عامه دي انسانه بتحب الجمال، وبتحب ان هي دايما تبقى مشرقه، بتحب دايما ان هي تبقى جميله، بتحب دايما تكون متالقه، فما تجيش فجاه وتخبطيها تقولي لها انت عندك كام سنه. طيب ليه المفروض ان هي ما تبقاش مثلا محرجه من سنها مثلا، او بتتعايش مع الموضوع ده؟ لو حست بالنجاح، لو حست بالنجاح وحست ان مسيرتها كلها من نجاح لنجاح، من تفوق لتفوق، الموضوع ده بيخلي موضوع السن بالنسبه لها ولا حاجه. بتفتخر طبعا ان انا وصلت نجحت. ده بس انا كبيره، انا نجحت، ايه المشكله؟ أيوة. انا عندي 47 سنه بس الحمد لله روحي من جوه روح شاب ما عندها شاء 20 الله سنه. ربنا يديك الصحه جدا ما شاء الله. فهي السر ارضي عن نفسك وارضي عن حياتك وتعاملي مع الحياه ان هي حاجه حلوه، عيشيها عيشيها بكل المعاني الحلوه اللي فيها يعني. طب عفوا ممكن نقطع كلامكم، هناخد اتصال معانا تليفوني. مدام رانيا، الو، اهلا بيكي يا مدام رانيا. اهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا يا رانيا، ازيك يا ايمو؟ ازيك. انا طبعا انا يعني مستمتعه جدا بموضوع الحلقه، لان احنا كان عندنا او في مجموعه من الستات عندهم مشكله في ال 48 دي، بس ايمو من ضمن الناس اللي يعني بجد عمري ما حسيت معاها يعني ايه حاجه اسمها سن. دايما بتقول ان احنا still we can start من اي توقيت، طبعا. وده فرق معانا صح. جدا في طبعا. في الصفحه والجروب، انه بجد احنا في الاربعين دي او بعد الاربعين بيبقى عندنا تغيرات فسيولوجيه سيكولوجيه، حاجات كتيره مزبوط. جدا ممكن ما نبقاش واعيين ليها، مزبوط. بس فجاه بنكتشف ان احنا ممكن نبدا من اول وجديد حاجات حلوه قوي 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 يمكن ما كناش نقدر نبداها قبل النضج ده بتاع الاربعين يعني. فانا اتمنى ان الجروب والصفحه تنتشر بجد وكلنا نستفيد منها. انا حاسه اميمه مأثره عليكم يعني، صوت الفرحه باين حتى في المكالمه. انا حاسه ان هي فرحانه وهي بجد بتتكلم. بجد اخدتكم قدوه ليا، ان انا فعلا ان انا ميأس يعني. انا كلنا فوق ال 40 ما شاء الله. انا عايزه ادخل جوه الشله دي والنبي. انا عايزه اسال بس مش مشكله، احنا عندنا برضو 20. هو انا احنا كلنا ما عندناش اربعينات ولا حاجه، واحنا بس ده لا ما عندناش الكلام ده خالص، واحنا بجد عندنا بلانز يعني. انا بفكر يعني ايه اعمل كتاب وانا بعد 40 سنه. هناخد سر الخلطه من اميمه، مش هنقفل الا لما ناخد البلان بتاعتكم. لا بس دي اسرار عميقه جدا على فكره. انا ماليش دعوه، مش هتمشوا الا لما ناخد منكم كل حاجه. هي اميمه اجمل روح ممكن حد يستضيفها في الدنيا، تدي دعم لاي حد، تقدم لاي حد في حاجات حلوه بجد. شكرا جدا على اتصالك معانا عشان وقت البرنامج. في بقى سؤال، اتفضل. انا عايزه السؤال ده، اتفضل. ليه الست لما الست المصريه عموما لما بتوصل لسن ال40 ما تكونش اتجوزت بتقول لا بقى انا قطر الجواز فاتني، انا ما عادش جسمي حلو، انا ما عادش حد معجب بيا، انا مش زي اصحابي، انا تبدا النفسيه تسوء يعني بنلاقي مراه تانية غير المراه يعني بجد بجد بنلاقي الحلقه، وممكن كمان توصل معاها لفقد شهيه والانتحار كمان. دي حقيقه. طيب خليني ارد على سؤالك ده واقول لك ان نموذج المراه اللي انت بتتكلمي عليه ده هي اللي فاقده ثقتها بنفسها. طب تعالي على النقيض، هتلاقي في كتير تعدوا ال40 وناجحين في حياتهم جدا، حققوا الكارير اللي هم عايزينه، فكروا ان هم يسافروا يعني، استبدلوا موضوع الجواز لان الجواز ده نصيب، استبدلوا موضوع الجواز ان هم يزودوا من ثقافتهم، يلفوا العالم، يقروا كتب، في منهم كمان كان ليهم هوايات كتير وبداوا يمارسوها ويعملوها، في منهم حقق نجاح من شغل خاص بيعمله. الوضع دلوقتي اختلف، خاصة ان هي دلوقتي الست بقى عندها ثقافة ان هو الجواز مش لمجرد الجواز والخلفة، انا عايزة اجوز حد يكمل معايا حياتي الحلوة اللي انا عايشاها،
لكن فكره بقى ان انا هتجوز عشان ابقى ماما واتلخم في البيت وانتحر. عجبني الكلام داخل مزاجي قوي. ما هو احنا فعلا هنثبتها معانا في كل حلقه. المجتمع عامل اللي هم الزواج، لا انا ابني وذريتي زي ما بيقولوا هم، طبعا يعني انا مش بتكلم في حاجه، الذريه دي اكيد، ويعني ده المال والبنون زينه الحياه الدنيا، انا مش قصدي حاجه، بس انا بتكلم احنا المجتمع بالذات المصري او بالذات المنطقه اللي هي العربيه، عندنا اللي هو لا المراه للزواج وللخلفه، حتى في ناس يعني شغل لا، اي حاجه لا 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 لا، يعني نظرتك هي دي تبقى حكمت على نفسها بالفشل. أيه. هي اللي اختارت كده. بصي كل انسان مسؤول عن اختياراته في الحياه، انت عايزه تختاري تعيشي في نكد وتعيشي مستنيه حاجه، وارد تحصل وارد ما تحصلش، لان ده ربنا يعني ربنا ده رزق ربنا سبحانه وتعالى بيرزق سواء الزواج او الذريه، فانت اللي بتختاري كده. لكن لو يعني ما هو ده الهدف، الهدف ان احنا بنتكلم، الهدف من لقاء زي كده معايا ايه؟ ان احنا نغير النظره بتاعت الناس دي. ممكن بقى يا اميمه عشان حلقتنا قربت تخلص تقول لنا البلان العظيمه دي عشان نمشي عليها من ال 20 دلوقتي عشان نفضل ثابتين لحد ما نيجي 40. زي ما قلت لك ياسمين في الاول، الرقم واحد لغايه 10 هو الرضا، ان انت ترضي عن نفسك وترضي باي مرحله عمريه انت فيها، وتحاولي تستمتعي بيها، تحاولي تنطلقي، تحاولي تحطي تقولي لنفسك انا هعمل كذا هعمل كذا ده، وتفضلي تحلمي بالحلم ده، انا هعمل كذا. مجرد ان انت تحلمي بالحلم ده هتلاقي نفسك بتمارسيه، هتلاقي نفسك ده في طقوس حياتك. انا عايزه انجح، انا عايزه ابقى مذيعه ناجحه، فخلاص انت ماشيه في خلاص انت بالظبط، انت اهلتي نفسك. انتوا اهلتوا الواحد فعلا. الواحد سبحان الله يعني الحمد لله الواحد يعني ايه ادى لنفسه دفعه لقدام. طبعا يعني طبعا دي اهم حاجه. ثاني حاجه بقى اديني سر الخلطه في القمر اللي قاعد قدامنا ده ازاي؟ عماله بعاكس اول مره عاكس دي بصراحه. انت والله ما شاء الله الله اكبر، انتوا احرجتوني. لا والله العظيم انت قمر بصراحه. ربنا يخليك يا ياسمين. بصي يا ياسمين، يمكن حصل عندي تغيير شويه بعد وفاه ماما الله يرحمها، اني حسيت ان الدنيا ما تستاهلش، اوكي؟ فبدا فعلا فعلا حياتي تختلف، اني ما بدات ان انا ما اشغلش بالي بحاجه، اي حد زعلان مني او انا زعلانه من حد بكبر دماغي، لو بتنكد بتنكد عشان انا مش مثاليه، بتنكد وبدي للنكد حقه تماما يعني، بس ما بيطولش، انا مش عايزه اعيش متنكده. طبعا من الناحيه الصحيه ومن الناحيه الجسديه بحاول بقدر الامكان ان انا يعني افضل رايحه الجيم واواظب على الجيم، لان هو ده الحاجه الوحيده اللي بتسعد الانسان. لسه هقول هو ازاي ده فعلا اهم حاجه. طبعا يعني طبعا طبعا اول حاجه طبعا غير يعني ليه فوائد صحيه كتيره جدا، بيجدد الدوره الدمويه بتاعتك، بيخلي مودك مختلف. الشعب المصري ايه خلفت واحد اتنين تلاته اقعد بقى. احنا انتوا حلقات كتير مع بعض ان شاء الله ان شاء الله حلقتنا. بجد نورتيني جدا 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 في البرنامج، وشكرا على المعلومات الجميله دي. مرسي. اكيد لنا حلقات متكرره ان شاء الله، ونورتيني جدا يا الله يا ندى، ويا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات الكتيره ديت الجميله ديت. هيبقى معانا ان شاء الله باشمهندسه اميمه علي في حلقات ثانيه ان شاء الله. وهنستنى اسئلتكم على الفيديو، ويا رب نكون فدناكم بكل اللي انتم عايزينه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.